بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثاني السنة، وإن شاء الله النهاردة language أو grammar unit 8 lesson 1 and 2، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عننا زمن المستقبل التام، the future perfect tense، زمن المستقبل التام. المستقبل التام عندنا الفورم تكوينه will have plus ال be دايما، will بيجي معاه مصدر الفعل. فاحنا عندنا هنا will have، we have عارفين ان بيجي وراه تصريف تالت، اصبح الفورم الزمن بتاعنا بتكون من will have plus ال be التصريف التالت للفعل. he will have decorated the house by next August، يعني هيكون خلاص أتم تزيين المنزل بنهاية أغسطس أو القادم. صيغة الباسيف المبني للمجهول من الفيوتشر بيرفكت will have been والتصريف الثالث. عارفين ان دايما المبني للمجهول verb to be بياخد شكل الزمن بتاعنا ومعانا التصريف الثالث ثابت، يبقى اصبح الفورم will have been والتصريف الثالث. طبعا المبني للمجهول اللي وقع عليه الفعل وليس من قام بالفعل، اللي وقع عليه الفعل. يعني هنا نقول the house will have been decorated by next August، يعني المنزل هيكون تم طلاؤه بنهاية أغسطس. طبعا هنا المنزل وقع عليه الفعل وليس من قام به، هو مش هيزين ولكن هيتم تزيينه. صيغة النيجاتيف بننفي ب won't، will، won't، have plus ال be. he won't have decorated the house by 6 o'clock. طبعا النيجاتيف في الباسيف won't have been والتصريف الثالث، won't have been والتصريف الثالث. يبقى احنا هنا النيجاتيف بننفي will بنحولها الى won't. the house won't have been decorated by 6 o'clock. بالنسبة عندنا لصيغة الكويشن السؤال عندنا السبجكت will والسبجكت الفاعل we have والتصريف الثالث في صيغة المبني للمعلوم. will he have decorated the house by next August؟ طبعا هنا will he have. اما لو هي باسيف هتبقى عندنا will والأبجكت و have been والتصريف الثالث، will والأبجكت و have been والتصريف الثالث. will the house have been decorated by next August؟ will the house have been، عندنا دايما الباسيف been، الباسيف في الفيوتشر عندنا been. بالنسبة لل WH نفس ال yes no، ولكن هنرى أداة الاستفهام فقط. أداة الاستفهام question word will subject have plus ال be. when will he have decorated the house؟ لو صيغة passive ال WH will والأوبجكت المفعول have been والتصريف الثالث. when will the house have been decorated؟ when will، امتى هيكون المنزل تم طلاؤه. بالنسبة للfuture perfect بنستخدمه قلنا للتعبير عن حدث سوف يكون قد تم قبل أو بحلول وقت معين في المستقبل. هو من اسمه كده تم، مستقبل تام، يبقى هيكون تم قبل حلول أو قبل أو بحلول وقت معين في المستقبل. وعادة ما يستخدم مع تعبيرات زمنية مستقبلية تبدأ ب by أو before أو by أو this time أو by this time. طبعا معروف إن future المستقبل بيتميز بكلمة by ومدة زمنية مستقبلية، نعرف إن زمن الجملة عندنا مستقبل تام. عندنا مجرد نشوف by باي ومدة زمنية مستقبلية بدأ مستقبل تام، مستقبل تام. المستقبل تام عندنا اللي هو will have والتصريف الثالث أو will have been لو الصيغة passive. طبعا مجرد ما نشوفهم نعرف ان الجملة عندنا مستقبل تام، مستقبل تام. my son أحمد will have started school by next October، يعني ابني أحمد هيبدأ المدرسة أو هيبدأ مدرسته by next October before midnight tomorrow، قبل منتصف الليل غدا. يبقى هنا before ومدة زمنية مستقبلية مستقبل تام. رقية will have studied unit 16 this time next year، هذا الوقت
العام القادم our company will have achieved great success، هتكون شركتنا حققت إنجاز أو نجاح عظيم. يبقى احنا عندنا أول تعبيرات بنستخدمها للمستقبل و by أو before أو this time أو by the time، ومدة زمنية مستقبلية. يمكن استخدام التعبيرات اللي هي by أو before بشرط استخدام مدة زمنية مستقبلية، يعني ممكن أقول by أو before وفور ومدة زمنية، by أو before ومدة زمنية. In 2025 Mona will have lived in her house for 10 years، عندنا هنا في 2025 هتكون منى عاشت في المنزل ده لمدة 10 سنوات. هنا for ومدة زمنية مستقبلية أو for ومدة زمنية. Next Monday I will have stayed in Aswan for a week، يبقى احنا عندنا تعبيرات دالة أيضا على المستقبل اللي هي in وسنة قادمة أو next ومدة زمنية مستقبلية ومعها for ومدة زمنية، يبقى دي أيضا بتدل على المستقبل. يبقى احنا عندنا جزئيتين by أو before the أو this time أو by the time في المستقبل أو مدة زمنية مستقبلية معاها by before midnight tomorrow this next year this time next year أو معانا by أو before ومعاها for ومدة زمنية إيه محددة. يستخدم أيضا المستقبل التام مع الروابط، ولكن بيكون اللي هو جملة جواب الشرط، عارفين إن أي رابط زمني مضارع مستقبل. ممكن المضارع هنا ثابت، ممكن المستقبل يبقى مستقبل تام أو مستقبل بسيط أو مستقبل مستمر. لو بالنسبة لمستقبل تام يعني هيكون تم حدوث الفعل، هيكون قد انتهى أو تم قبل وقوع الحدث إيه الآخر. يعني لما أقول عندنا الروابط after as soon as once when the moment، عندنا بعدهم مضارع بسيط أو مضارع تام، عارفين إن أي رابط زمني بيتبع بمضارع ومستقبل. ممكن المضارع هنا يبقى مضارع بسيط أو مضارع تام، وعندنا زمن المستقبل الفيوتشر. When you leave the house I will have sent the emails. When you leave the house I will send. When you leave لما تكون غادرت المكتب I will have sent، هكون أنا خلاص تم مغادرة مكتبك وأرسلت الرسائل. لكن when you leave the house I will send، لما غادر هرسل يبقى لسه هيكون بالإرسال. ممكن تبقى مستقبل when you leave the house I will be sending the emails، هكون برسل في الإيميلات. فطبعا هنا ممكن يبقى continuous يعني تبع معنى الجملة. Before و by the time مضارع بسيط أو مضارع تام كروابط، وبعدها مستقبل تام غالبا. By the time I go home، by the time عندنا by the time اللي بتدل على المستقبل التام. ممكن يجي معاها جملتين، الجملة الأولى مضارع والجملة التانية إيه مستقبل تام. قالنا أيضا خلي بالك إن عندنا يمكن أن يستخدم المستقبل التام أو أزمنة المستقبل عموما مع تعبيرات زمنية مستقبلية تبدأ بحروف جر وظروف أخرى، زي مثلا this time tomorrow this time next month، يبقى this time أو in ومدة زمنية مستقبلية، in a years in 4 months in few weeks in an hour in 10 minutes time، يبقى in وإيه ومدة زمنية. يبقى ممكن this time أو in ومدة زمنية مع time، أو this time next Friday for example I will have moved into my new flat. This time next Friday I will be moving، على إنها إيه continuous، يعني ممكن يبقى مستقبل تام أو مستقبل مستمر مع هذه التعبيرات. يمكن استخدام المستقبل البسيط في ظل وجود تعبيرات زمنية مستقبلية وتبدأ بباي إذا كان الفعل أصلا قد حدث خلاص أو غير تام، يعني مش بيدل على إنه تام. يعني بقول by the year 23 by the year 2023 يعني بحلول عام 2023 we will be able to send text messages by the power of thought، هنكون أصبحنا قادرين على إرسال الرسائل. هو مش هنا تم إرسال الرسائل، ولكن هنكون خلاص قادرنا على أننا نفعل هذا الشيء. By 2040 people will use renewable sources of energy، هيكون الناس بتستخدم الطاقة. هو مش معناه أن تم استخدام الطاقة، لا هتكون خلاص الناس بدأت تستخدمها.
كلنا ممكن نستخدم الصيغة التالية لتؤدي نفس معنى المستقبل، يعني الماء بتديني معنى مستقبل تام، expect to have، والتصريف التالت expect to، عارفين ان expect بيجي معاه to مصدر الفعل، يبقى عندنا expect to have والتصريف التالت بتديني معنى present or future perfect. We expect to have built line 5 by the end of next year. We expect، ونتوقع ان احنا to have، طبعا هنا نتوقع ان احنا نستخدم او نكون صممنا الخط التال الخامس في نهاية او بنهاية العام. line 5 لو باسيف هتبقى is expected to have been. طبعا هنا we expected to have built، او line 5 is expected to have been built by the end of next year، يعني متوقع انه ينتهي منه بحلول العام القادم. بالنسبة عندنا لأسئلة choice، choose the correct answer from A, B, C or D. I space midday I will have niche returned home. طبعا عارفين by midday صح أو before، قلنا by midday أو before على إنها دل على الفيوتشر المستقبل التام. Omar will space his parents by mid time. Omar will have called his parents، هيكون اتصل بوالدي. Will have called his parents by، طبعا by ومدة زمنية مستقبلية يبقى مستقبل تام، يبقى will have والتصريف الثالث. Omar's parents will space by him، طبعا هنا الجملة باسف يبقى will have been called، will have been called by Omar، يعني يكون اتصل بهم. By 10 o'clock tonight، بحلو الساعة العاشرة، I space your tablet، you will still have to leave it until 2 days later. I won't have service. هكون أنا لم أنتهي من إصلاح ال. يبقى هنا by 10 o'clock tonight your tablet won't have been serviced. يعني التابلت ما يكونش خلاص تم. Won't have been serviced. يبقى عندنا number 4 by 10 o'clock tonight I won't have sir. أنا مش هكون انتهيت من خدمته. وهنا your tablet won't have been serviced، طبعا هنا يكون وقع عليه الفعل يبقى passive، يبقى won't have been والتصريف الثالث. By 21st of May I space all my final exams. I will have taken. هكون أنا أخذت امتحاناتي. I will have taken my exams or my first my final exams. On 21st May I space all my final exams. I will have been taken، يعني في اليوم ده. On 21st of May I will take. هاخد فقط، طبعا هنا مش future، انا هبدأ امتحاناتي. I will take all my final exams. When I leave IDFU next year، لما هغادر IDFU I space there for 25 years. I will have been lived there. ولا I will have lived there. I will have lived، هكون عشت هناك. فطبعا الجملة هنا معلوم، وطبعا عندنا قلنا for ومدة زمنية مستقبلية هنا أو مدة زمنية، يبقى بيعبر عن مين؟ عن الفيوتشر perfect. When you arrive home، طبعا when قرابة مضارع هنا مستقبل. I speed the meal you will find the table set for lunch، هكون المنظرة معدة للعشاء. يبقى I will have prepared the meal، هكون أنا عديت الوجبة. يبقى I will have prepared the meal، لأن هكون المنضدة معدة لوجبة العشاء. When you arrive home tomorrow، لما توصل المنزل غدا. I speed the meal I will wait for you to help me، هكون بنتظرك إن أنت تساعدني. I will prepare. هكون أنا بعد الوجبة. يبقى هنا will والمصدر فقط على إنه إيه؟ على إنه الحدث لم يتم، يعني متوقع إن أنت تيجي تساعدني. أو أكون بعد، لكن هنا تم حدوث لأن المنضدة إيه؟ معدة. طبعا تم يعني تم حدوث الفعل. In a year's time، في غضون عام. I space to my new house. I won't have to live in this narrow flat anymore. طبعا هنا I will have moved، هكون انتقلت لمنزل الجديد. I won't have to live in this narrow flat anymore، خلاص ما عندش عايش في هذا المنزل مرة أخرى. يبقى أنا خلاص هكون إيه؟ انتقلت.
by 2030 يعني بحلول عام 2030 must Egyptians well educated هيكونوا اتعلموا طبعا ولا يكونوا بيتعلموا well educated طبعا هنا will be على إنها إيه مستقبل وليس مستقبل تام يعني موش هيكون تم تعلم هيكونوا بيتعلموا يعني الفعل هيكون إيه هيبدأ في التعلم الجيد. ومن هنا وصلنا لنهاية لسن 1 2 جزء جرامر وانتظرونا مع لسن 3 4 والسلام عليكم ورحمة الله.